قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان فضيلة الشيخ، ما الضابط فيها ليلة الجمعة؟ السجدة وسورة الإنسان يقرآن في صلاة الفجر نعم، من يوم الجمعة، يقرآن في صلاة الفجر من يوم الجمعة. تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وتقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية، هكذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يقسم يا شيخ سورة السجدة قسمين، ما أتى بالسنة، هذا ما أتى بالسنة. السنة أنها تقرأ كاملة، السورتان يقرآن كاملتين. نعم. شكر الله لكم.